مرحبا أعزائي متابعي قناة بلين بعين عربية، نزل عندنا تحديث جديد للآيفون 15، التحديث برقم 17.4. طبعا هذا أيضا هذه الطريقة تقدر تستعملها لكل أنواع الآيفونات. قبل ما نحدث بالبداية بعض المعلومات المهمة حتى نحدث. أول شيء لازم يكون الآيفون على الشحن أو الشحن فوق 50 آني 80، واثنين شبكة واي فاي. لا تحدثون على البيانات الخلوية لأنه البيانات تكون ضعيفة بعض الأحيان بعض الدول، ويصير احتمال عندك خطأ في التحديث. النقطة الثالثة نروح على الإعدادات وننزل على عام وننزل على مساحة التخزين. هذه المساحة الكلية 109 المساحة الكلية 256، المستخدم 109. الفرق بيناتهم لازم يكون أقل شيء عندك بين 20 و 30 جيجا، إذا ما نقول 50. يعني إذا أنت ب 200 جيجا تقدر تحدث مستخدم، غير هالشي هذا 210 220 احتمال يصير عندك خطأ، لأنه المعالج مال هذا الآيفون معالج يحتاج لمساحة حتى يشتغل بصورة صحيحة. بدون هالشي هذا يعني لا تحدث إذا عندك 220 230 مستخدم، لازم تقللها 200 205 ممكن. الآن أنا عندي 109 مستخدم، اللي أعمله أروح على تحديث البرنامج، أكبس على تحديث، راح تظهر عندي هذه الصفحة مال التحديث iOS 17.4 يقدم مزايا. ندخل عليها الآن وعلى هذه الميزات. أول شيء بالنسبة للإيموجيات، أنا وصلتني بها الطائر الأحمر وغيرها من الإيموجيات موجودة. بالنسبة للأبل برودكاست أيضا راح تقدر يقرأ لك الكتابة كلها. وبالنسبة هنا راح يظهر عندك تحسينات بالنسبة للموسيقى والأبل ميوزيك. وبالنسبة لسيري هنا راح تقدر يقرأ لك الرسائل بأي لغة أنت تريدها، مو فقط اللغة، وحماية الجهاز المسروق وغيرها من الخدمات، وحالة البطارية طبعا بالنسبة للآيفون 15. الآن أنا عندي ما عندي أي مشكلة بالنسبة للتحديث، أكبس على تحديث وأدخل رمز الدخول وراح تنتظر التحديث. طبعا التحديث راح يستغرق بين النصف ساعة إلى ساعة حسب قوة الشبكة، بعض الأحيان ساعتين. الآن كمل التحديث مثل ما تشاهدون، تحديث iOS 17.4. حتى ندخل عليه راح نكبس هنا والآن كمل. طبعا المزايا جت كلش كثيرة، راح ندخل على الإعدادات، ننزل على البطارية، راح نشاهد البطارية كم. ندخل على النسبة المئوية مثل ما تشاهدون، حالة البطارية اللي موجودة عادية، الحد الأقصى القدرة، عدد الدورات 100، تاريخ التصنيع وأول استخدام. هذه اللي موجودة بالآيفون 15 برو ماكس طبعا، وأعتقد كل أنواع الـ 15. وطبعا أنا حاطط البطارية أنه ما تتعدى الـ 80، ولهذا استمرت إلى الآن البطارية 100%، وهذه جدا مهمة حتى تحافظ على البطارية. الشيء الثاني انه تدخل على سيري، راح تشاهد هنا عدة خيارات. تدخل على المراسلة باستخدام سيري، لو كان مفعل سيري راح تقدر تضيف لغة هنا، هاي لغة مثلا ألمانية او اي لغة ثانية، ويقرأ لك الرسائل. وبالنسبة لبرودكاست ايضا شرحت لكم عليه، وايضا هذا الخيارات انه بالأبل ستور انضافت شيء جديد، انه هنا راح تقدر تعرف المشتريات مالتك، وايضا بالنسبة للإيموجي راح تلاقيها موجودة أو وصلتك. فهذه تقريبا أهم الميزات اللي وصلت ب 17.4، والميزة المهمة اللي وصلت للكل واللي أنا بنظري جدا مهمة لعشاق السفر، راح تدخل على علامة الموجب وراح تدخل على الساعة الرقمية، راح تأخذ إلى آخر خيار هنا، راح تظهر إضافة أداة، راح تظهر ساعات العالم، فتقدر أنه أنت إذا تسافر تعرف مثلا طوكيو، سيدني، باريس، أو أي مدينة أنت تريد تروح عليها راح تعرف التوقيت مالتها، فقط تخليها هنا، وشرحتها بالفيديو السابق. أتمنى أنه فدتكم بتحديث الآيفون. لا تنسوني بالاشتراك ولايك وتفعيل الجرس. تحياتي لكم ومع ألف سلام.